ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني ومجمعي حطب على الدار التي لم يجتمع لولاه شمل الدين والداخلين على البتولة دارها هي والمسقطين لها أعز جنين والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تعدو خلفهم برنين خلوا ابن عمي خلوا أو لأكشف بالدعاء رأسي يا وأدعو للإله شجاع كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلة حرة ودمع مكمد وحزين ماذا تقول ماذا على يا من شم تربة أحمد لا يشم مدى الزمان غوى أبته يا رسول الله صبت على أي مصائب صبت على أي أيام
العصا بويا يا قومك يا بويا ما رعاني حسيني حسيني عندك حالة أنين عندك هذه أمنا فاطمة طقوها أمنا أمنا ضربوها ضربوها أمنا فاطمة الزهراء قومك يا أبويا أي والله يا أبويا ما رعاني وخلايا في عينك مرمروني بويا ومن البج عليك منعوني ومن البج عليك منعوني بويا بويا ومن البج عميان عيوني عيوني ورا الباب لما سقطوني ورا الباب لما سقطوني يا ابو ابراهيم عقبك مظلم الدار تدرج صاير يوم الهجمة الأنصاير والباب بحطبها رادت تحرج بنار ويلي والدخان من قبر غدت رن بويا بو يا قمت للباب لكن ما علي حجاب حسبي الرجس من اللي تدخل في الباية عصرني عصرني وكسر الضلعي وصدر عاب بالمسمار يا رجلين ييست منه وجنيني يتمنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محور الإنسان قلبه. القلب لو كان يشعر براحة فالإنسان يرتاح في بيته في عمله في نومه في كل ساعاته. الكثير منا يمر في حياته مجموعة كبيرة من التقلبات. أولاً أكو شيء يسموه عامل سايكولوجي وعامل فسيولوجي، هذا عامل نفسي وعامل جسدي. كلما تمر الأيام في حياتنا اليومية أكو تغير عند الإنسان، تكبر من سنة إلى سنة، مو بس الإنسان جسدياً ينمو وإنما هنالك عامل نفسي. العامل النفسي يشكر منحى بمقدار ما أنه مهم خطير، بمقدار ما أن الإنسان لما يكبر ويكبر بمقدار ما أن أدوات التعامل في الحياة أدوات وآليات ومثل ما يسميها علماء التنمية البشرية المهارات التعامل في هذه الحياة تتغير. يعني عمر الإنسان وأيام الإنسان وجود الإنسان أكو ناس تقول أنا ما أدخل في هذا المكان في مشاكل خليني بعيد،
أكو ناس تدخل وتحاول تحل المشكلة لنفسها ولغيرها، أكو ناس يبعدون من الناس، انعزاليين، ما عنده علاقات مع الناس، ما يتواصل مع الناس، ما يروح في أماكن عامة، ما يدخل في مشاكل العالم، هدفه أنه أنا ما أريد أعور راسي، أريد أكون بعيد من المشاكل. أكو بعض الأوقات الإنسان عنده حالة صلبة، عنده قوة، عنده أساس قوي، أن المشاكل طبيعي، إذا اليوم ما أجتك بكرة راح تجي هذه المشاكل. الإنسان يفر من المشكلة، أكو واحد يدور مشاكل، لا هذا مشكل لازم يروح طبيب نفسي، هذا اللي يدور على المشاكل، وهذا اللي يدور في مشاكل الناس ويبحث فيها ويحاول يأجج المشاكل والسلبيات والأزمات، هذا مريض، هذا لازم يروح لطبيب نفسي يراجع. لا، أكو واحد عنده قدرة أنه أنا إذا دخلت في هذه المشكلة عنده حالة تجلد. شنو التجلد؟ التجلد أن الإنسان حاجة خامة، خام، شايفين هذا الخام القماش؟ ليش يسموه خام؟ يسموه خام لأنه غير مستعمل، ما يستعمل، ولكن هذا الخام إذا صار ملابس، إذا صار دشداشة، إذا صار ملابس، فالخام يتحول، دخل تجربة عملية. اليوم الإنسان يحتاج يمر بصعوبات، لازم تدخل بصعوبات، لا تقول أنا أشرد من المشاكل، لا تقول أنا أهرب من الصعوبات. يعني الصعوبات، الإنسان إيش كثر الأبو عزيز عنده مثلا، يفقد أب، يفقد أم، يفقد أخ، هذه الحوادث اللي مثل ما يقولون لا بالبال ولا بالخاطر، تجي أزمات في حياتك أنت ما مستعد لها، مرة واحدة لا سمح الله تجي أخبار، هذا الموت المفاجئ، موت الفجأة، من علامات آخر الزمان موت الفجأة. شوف واحد نايم راح ما قعد بعد، عمره 20 سنة، مو عمره مثلا 90 سنة 100 سنة، عمره 20 سنة نام بعد ما قام من النوم. صارة واحد يروح في حادث، هذا حادث، ولكن الشاب راح فيها، شنو قصة، شنو فيه؟ اليوم الأمراض اللي عند الشباب الآن ما أريد أتناولها، أمراض كثيرة، اللي العادة هذه الأمراض الرجل اللي عمره 70-80 سنة يصير عنده، ولكن الشاب اللي عمره 20 سنة ما يصير عنده هذه الأمراض في واقع. هذا يدل على، طبعا الآن مو في الأسباب، واحد من أسباب هذه الوجبات السريعة اللي اليوم الشباب يقول لك أنا اليوم صحة وعافية وعادي، ما قاعد أشوف أي أثر، تشوف إنه يشرب هذا هذا الشراب الغازي، زين تدري هذا إيش كثر به آثار سلبية، هل كبر شربه؟ اليوم أنت ما فيك شيء تشرب، ما يبين عليك شيء، ولا بكرة ولا بعد، ولكن أنت بدال ما هذه الأزمة المرضية تجيك بعد مثلاً 20 سنة راح تبكر عليك، تجي 10 سنوات. واحد من الشباب مرة أشوفه يأكل ثلج، هذا الثلج يأكله، يقرض الثلج، قلت له هذا ترى مضر لك، قال لي لا ماكو شيء عادي، احنا شباب ماكو مشكلة. قلت له الآن أنت صدرك حار فلازم ما تعمل هذا العمل، قال لا ما في مشكلة، بعد شفت طايح، بعد سنة شفت طايح بيربو. وشلون هو هذا الصحة، جانب الصحي لما ما تهتم به بيئة زمان صحية يصير عندك، ومو شرط احنا شنو مشكلتنا، يقول لك أنا أكلت بطني ما عورتني، ما صار فيني شيء، مو الآن يصير فيك شيء، بدال ما يصير بعد 10 سنوات صار 5 سنوات قبل. اليوم هذا مرض السكر ما في بالأطفال مرض السكر، انتوا شايفين الأطفال في عندهم مرض السكر، شايفين أطفال عندهم مرض قلب، هذا متى كان مرض السكر الأطفال، من متى كان مرض القلب للأطفال؟ هذا يدل على أن البشر قاعد يغلط. اليوم حتى هذه السيارة إذا ما فيها بترول ما تشتغل، السيارة تحتاج لسيرفيس، أنت الإنسان تحتاج لسيرفيس. اليوم إذا النظام الصحي ما قمت أراعي بصورة صحيحة راح تكون بسلبيات، لا يكون اليوم يبين، 4-5 سنوات يبين فيك، بس بالنتيجة راح أبين، بدل ما راح تطول أنت راح تكون الفترة للصحة تكون قصيرة. هذا في الجانب الجسدي، كذلك الروح، روح الإنسان رب العالمين بانيك وبانيني على هذا الأساس، إنه إذا جاءت مصيبة ليش هالمصائب، ليش هذه الأزمة، لذلك ماكو حل الإنسان غير الصبر. فترى أن الرسول يقول ماكو واحد محافظ هذه الرواية، الصبر مفتاح كلتنا حافظين، ولكن عمليا طبقها عمليا فعلا، الفرج المفتاح، شنو المفتاح؟ ما عنده غير الصبر. الآن واحد يقعد ويحن ويدردم ويحن على هذا ونقنق على هذا، وصلنا نتيجة ما وصلنا نتيجة. اليوم الحل شنو هو؟
الحل وين؟ إذن هذا الآن شوف العواصف لما تجي شو تسوي؟ العاصفة لما تروح على الأشجار الجبلية يقول لك هذا زيتون جبلي وهذا زيتون من الأرض رخوة. الزيتون الجبلي يختلف. اليوم أكو زهر يقول لك هذا العسل عسل من زهور جبلية وهذا عسل من زهور عادية. الزهر الجبلي تعتبره ويا الأرض عادي يختلف. هذا الجبل يعني شنو جبل؟ أولا كل ما أقل يوصل ماي كل ما تكون أقوى تتجلد. لذلك تشوف الأشجار اللي موجودة على الجبال تقاوم الرياح تقاوم الحرارة أكبر صلابة وما تنكسر. ولكن هذا الشجر اللي يومي يعطوها ماي تشوف ما عنده قوة. يومين ثلاثة ما تعطيها ماي عندك الآن في البيت نبتة كم يوم اقطع عنها الماي شوف تذبل. ولكن اللي تضربها الرياح والشمس ما تذبل. ليش؟ تطول أكثر مقاومتها أكثر. لأن الإنسان هذا واحد من عوامل الصوم يضغط على الإنسان غصبا عليك. أنت لازم ما تدخن من الفجر إلى المغرب. هذول أهل الدخان وأهل الشيشة لازم ما تدخن. كل ما تشتهي مو كيف. هذه رب الإرادة قوة. ما أتكلم بالصحة ترى الصحة هذا عالم صوم وتصحه هذا موضوع آخر. ولكن الإنسان يربي حالة مقاومة عنده لأنه إحنا البشر ما عندنا خلق. تشوف ها يلا حتى صلاة إذا ملتزم بالصلاة ونعسان الصبح يقوم يصلي هو أصلا ما يدري صلى. ولكن التجلد في حياتنا اليومية ولازم أعرف. واحد يقول الحياة اليومية حالاتها بمشاكلها. لا ماكو حالاتها بمشاكلها. ولكن الله جاعل هذه المشاكل هذه الأزمات هذه الأخبار المفاجئة هذه المطبات في حياتك. شوف أنت راكب سيارة اليوم تمشي سرعة صح؟ ليش حاطي لك مطبة؟ عشان توقف. السرعة إذا ما منتبه توقف. ليش السرعة هذه مطبة فيها؟ يقول لازم تنتبه السرعة هنا أنا لازم تقللها في المناطق الداخلية بالدواعس لازم تكون عندك سرعة أقل من 40. هذا ليش؟ يمكن طفل طلع يمكن سيارة طلعت. تكون دائما على التيقظ. حياتنا اليومية تحتاج واحد متيقظ منتبه. كل مشاكلنا لأننا بعيدين من الله مو من الصلاة. نصلي ونصوم هذا ما له علاقة. لا بعدنا من الله يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء حلا. احنا ما رحنا على الحلول. مثلا إذا اليوم واحد دفع صدقة مثلا أبسط أقل مبلغ 100 فلس. أنا ما أقول أدفع لك دينار ودينارين. تقول دينار في 30 صار 30 دينار. يعني بالشهر أدفع 30 دينار. أخي لا تدفع. ولكن رسول الله يقول لك إذا صار عندك مشكلة مادية ادفع صدقة. أجى ذاك الرجل عند رسول الله. يا رسول الله أني معدوم ما عندي بيزات فلوس ما عندي. قال الرسول الله تصدق. قال له أقول لك يا رسول الله فلوس ما عندي. قل لي تصدق ما عندي فلوس. قال اقترض وتصدق. إيش كثر الصدقة مهمة يوميا. أنا ما عندي الآن حصالة ما عندي حصالة. أكتب بورقة اليوم 100 فلس. صار اجتمعا دينار أخليها بمكان. أنا راح للمسجد يوم الجمعة مو يوم الجمعة يوميا. أصلا إذا تقدر الصبح تصدق وبالليل تصدق ماكو أفضل من هذا الشيء. يدفع عنك البلاء. رسول الله الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه يقول يدفع 100 السوء. 100 السوء يعني شنو؟ يعني 100 الميتة المزينة. يدفع عنك البلاء. شوف الرواية ولو أبرم إبراما. يعني 100% الله يدفع عنك البلاء. هذا صدق شيء بسيط وسيلة موجودة. أنا ذكرت ذاك اليوم حتى في قضية الصلاة على الميت. تدري الميت لمن يموت الإنسان لمن يموت بالليل شو يسوي له؟ صلاة الوحش عدل. بس أهم من صلاة الوحش الصدقة. أهم من صلاة الوحش. بس الناس ما مستفدين لهذا الشيء. الناس يصورون صلاة الوحشة. لا أهم من صلاة الوحشة التصدق على الميت. أبوي ميت وفاء لأبوي كبرني رباني صرف علي يومية 50 فلس أعطي صدقة باسم والدي الميت. تدري إيش كثر تدفع بلاء عنه؟ تدري إيش كثر هناك تخلي فيه أحضان الحور العين ومستانس الرجال ذاك العالم. الدنيا هالكثر شاف مشاكل هناك يروح مرتاح. تدفع عنه البلاء تدفع عنا العذاب بهذا العمل.
هذه صدقة. وبعدين الميت حتى بر الوالدين في موته أنه تعمل عمل خير إلى واحد من عنده هذا. فإذن أكو أدوات لحفظ الإنسان، لرزق الإنسان، لكل شيء في حياتي. أكو جدول برنامج مثلا، شوف يوميا إذا أنت سويت لك برنامج يومي، هذا البرنامج اليومي يكل يأخذ من وقتك يمكن نصف ساعة. يا أخي خلي أخذ أكثر، 40 دقيقة، شو المشكلة؟ يعني في مشكلة إذا تشعر براحة نفسية، هذه الراحة اللي الناس يدورونها وما يلقونها وموجودة بيدهم. مثل واحد يدور على مفتاح الغرفة، غرفته، والمفتاح موجود بجيبه، هو موجود عنده ولكن راح يدوره يمين وشمال، موجود عندك المفتاح. أدوات الراحة النفسية والصبر والمقاومة والتجلد والنجاح والسعادة كله موجود. ولا الله خالقنا علشان يعذبنا؟ الله خالقنا علشان يورطنا؟ الله خالقنا علشان حياتنا كلها مشاكل؟ لا، مو هذا. بس احنا غلطنا. انا بنتي يومية عندها مشكلة مع زوجها وراد البيت، غلط. من عندك انت زوجته؟ من هذا الرجال؟ والله اهله خوش ناس. يا اخي غلط، مو اهله. هو شنو الشاب هذا؟ انت شكو في ابوه؟ والله ابوه رفيجي 20 سنة، واذا كان 20 سنة. والله هذه امايا نعرفها، احنا اهل وياهم وما ادري شنو. وش على شنو امايا؟ البنية هي شنو؟ البنت شنو هي؟ الولد شنو هو؟ ابوه امه ما لنا علاقة فيهم، ذاك في مكانه. اهم من كل شيء هو الولد، هو البنت. كل المعايير ما موجودة. نسوي مقابلة، الولد يقول والله انا يعني عجبتني البنية هذه، والبنية تقول والله ارتحت للولد، وخلص. وهذا اكبر خطأ وسبب فشل الزواج. ترى وايد عوائل ما يطلقون علشان عائليا تصير مشكلة. اكو ناس لا، مو فارقة معاهم، طلقها خلي تروح. نفس السلطة، ياكل سلطة عجبتها ما عجبتها خلص قطها. هذه حياتنا صايرة، حتى قدسية ماكو. وأن الله مثلا يغضب أنه يهتز عرش الله من الطلاق، هذا ما موجود. شوف اليوم، شوف الطلاق، شوف الطلاق إيش كثر منتشر. وهذا منو سببه؟ إحنا سببه، خطأ إحنا، إحنا الآباء الأمهات، هو العيال نفسهم أخطائهم هذه. والله الزوج هذه بتعمك، لا أنا رابين ويا بعض. إحنا شو الحكي لهالبعض؟ شنو رابين ويا بعض؟ والله أنا ما أتزوج بتخالتي. يا بليش ما تتزوجها؟ إحنا رابين ويا بعض. بتعمتي بتعمي إحنا رابين ويا بعض. شو رابين ويا بعض؟ يا أخي هذا بتعمك، هذا تعرفه، هذا بتخالك بتخالتك، أنتوا أهل، أخذوا من بعض. تأخذ واحدة غريبة ما تعرفها، أنت مو صاحي لما تأخذ واحدة من تويتر أو من الإنستغرام، مو صاحي. لازم تروح طبيب يعالجونك لك ولد الحلال. تبيتك حياة تسعد في حياتك، شنو تسوي ماخذ وحدة تعرفت عليه بالشات؟ ما تنفعك هذه، هذه بطقة، هذه مو حق زواج، هاك حق وناسة بس، مو حق الزواج. هذا تكون أم عيالك وتعيش معاها؟ لا مو حق هذا الشيء، هذا حق وش وناسة تقضية وقت. أبو أحمد يقول استغفر الله، اي طبيعي هذا حرام، بس شو اسوي الشباب كل ما تكلمهم ما يفيدهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن لو اردت لنفسك ام لعيالك زوجه صالحه، روح ابحث. اياكم وخضراء الدمن، حلوه شحلاتها ستايلها باربي ما ادري شنو، لا ما تفيدك هذه. مو شرط هذا، إذا طلعت فيها مؤمنة وخلوقة وباربي ما يخالف، مو مشكلة. الحين باربي باشر تتزوج، شوف الكرش كل واحد كبره، هذا الحين بس مؤقت، هذا عشانك ترغب فيه باشر تتزوج، حصلت اللي تبي خلاص راح. زين، شوف من، شوف الرواية عن رسول الله، إياكم وخضراء الدمن. قالوا يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوق شحلاتها. ولكن واحد شباب يقول لي، هي مثلا اذا انا اتزوج وحده متبرجه شو تقول شيخنا؟ هذا اول امس. قلت له شو اقول يعني؟ شنو في رايك انت؟ حق شنو تبيها؟ حق الوناسه؟ حق انه ايام؟ ولا تبي ام عيالك بالحلوه وبالمره تصبر وياك؟ اذا غبت تحافظ عليك، اذا مهما صار قدامها بس انت والله قدامها. شنو هذه البنت؟ وين؟ شلون تحصلها؟
إذا متبرجة قالت أنا أتحجب علشانك ما تنفعك هذا. قل علشان الله مو علشاني أنا. إذا تؤمن تتحجب، مو بس حجاب هو الشغلة في ترى، مو بس حجاب، صلاة، صوم، التزام. حتى واحد مرة دق علي قال لي أنا واحد من أهل السنة أبي أصير شيعي، تلاقي إن شاء الله. قال ممكن أشوفك، تلاقي في شباب من الحسينية بعد كانوا وياي. رحنا مكان اتفقنا، خلينا موعد هنا قدام الحسينية. رحنا قعدنا، قلت له ها تفضل آمر، شنو في عندك؟ قال لي أبي أصير شيعي. قلت له ليش؟ ولازم أعرف ليش. قبل ما يقول لي أي شيء قلت له تحب لك وحدة؟ قال لي بصراحة أي شيخنا شلون عرفت؟ قلت له والله أنا ما أعلم الغيب، بس أنتوا شكلكم كذي، مين شكلك يبين هذا؟ قلت له زين صير شيعي أنت علشانها ولا مقتنع بالعقيدة؟ قال لي لا والله بصراحة أهلها ما يرضون علشانها. قلت له زين اجيت وباشر طلقتها ترجع تترك التشيع؟ قال لي اترك. ايه تشوف خليك سني يبا، وروح يبونك يبونك، ما يبونك روح بيت واحدة وخذه من اهل السنة احسن لك، لا تاخذها ما ترفعك هذه، روح روح بمذهبك انت الشيعية. خليش على واحد موالي مؤمن شيعي، ذرية موالية طلع ناس مؤمنين، هذا اهم شيء. اهم شيء يكون انسان عنده ولاء وانتماء لاهل البيت. هذيك خلي تروح من جماعتهم تاخذ في كلام في غلط هذا عمي. قلت لها قلت له روح. قال لي ما صرت. قلت له لا ما صير، روح روح مع السلامه روح عمي. اما تقتنع قناعه كامله ان قناعه ذاتيه عندك حتى باكر تركتها تبقى على مذهبك مو علشانها. هذا مهم، شبابنا يحتاجون وعي، شبابنا شويه يحتاجون ثقافه. اليوم واحد يعني انا اقول عدم انعدام الثقافة والوعي، صارت الفتن بين الناس تجري. دكتور بالجامعة يتبع هذا الدجال البصري يسموه حسن أحمد اليماني، ما أدري أحمد بن قاطع بن حسن، وعدهم ما أدري مقر للتبيان وهالكذب وهالإهانة، لا ناس لا أصل لا فصل. زين تعال ناقشني، تعال ادخل بنقاش يا أخي، تعال ادخل بحوار معاي. شنو هالجهل المنتشر؟ واحد ما عنده التزام ولا عنده معرفة بالدين اجوا قصوا عليه دخلوا وياهم. زي منو هذول الجماعة؟ شنو أساسهم؟ شنو فصلهم؟ يقول لا اقرأ كتبه. يقول له منو هو؟ هو خل أشوفه منو هو أصلا، من يقول هذه الكتب إله؟ واحد. الشيء الثاني منو هو؟ ما ندري وينه، غائب هو وما موجود. آية اثنين ثلاثة. زين هذا شنو يدل على أنه على صدق؟ يقول تشوف في عالم الرؤية، بالله عليك شوف بعالم الرؤية صار دليل العقيدة، وانت دكتور وانت فهمان تتبعون انسان ظال مظل انسان منحرف. يا اخي شبابنا اليوم اذا من وعيهم بهالثقافة، ثقافة اهل البيت وعقيدة اهل البيت، وين رح يضيعون؟ والله يضيعون، والله يخدعوهم يبعدوهم. عوال اليوم راحت، وهذا الدليل هالضياع هذا، حتى هالوضع التعبان ها هذه نتيجته. فاذا اقول تعال خلي يكون الانسان علاقته مع الله حقيقية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أكون صادقا مع الله في عقيدتي في ولائي في انتمائي في كل وجودي، فعلا أكون صادق مع أهل البيت في كل وجودي، أكون تبع أهل البيت سلام الله عليه. هذا الذي يقربني إلى الله، هذا الذي يجعل الإنسان إنسان صادقا مع الله مع أهل البيت، هذا اللي يقربك إلى الله تبارك وتعالى. تعال امشي بالذكر يا جماعة، تعالوا يوميا يوميا سووا برنامج. والله أنا صلاة الصبح أصليها وأنام. يا أخي لا تنام، معقول هالكثر الترشيش؟ هالكثر أنت ما عندك قوة؟ لا تنام يا أخي، اقعد نص ساعة. شنو المشكلة؟ افتح مفاتيح الجنان، اقرأ تعقيبات صلاة الصبح، اقرأ التعقيبات. أنا ما أقول هذا مية 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 مية، هو هذا أبو عشرة أبو ذكر مرة واحدة مو أبو الميات. سوي التعقيبات هذه كل ربع ساعة عشر دقائق يصير، أقعد شوف حياتك في الأربع وعشرين ساعة القادمة شنو يصير عندك، شوف وضعك النفسي، شوف أمورك معاملاتك دوائر حكومية شلون الله يسهل أمورك. تعقيبات صلاة الصبح موجودة في مفاتيح الجنان، اقروها يا أخي تابعوها شوية، هذا لآخرتك مو لآخرتك، حتى الدنيا حتى الدنيا. أقرأ أقرأ في مفاتيح الجنان، شوف هذا الدعاء شنو كثر عظيم. تعقيبات باليوم 100 مرة أسوي صلوات، 100 مرة أقول
لا حول ولا قوة إلا بالله، 100 مرة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مرة بي علي العظيم مرة مالي. الذكر المهم العظيم، عظيم هذا الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التزم بكل يوم، التزم كل ما تكثر من ذكر الله، وصباحا أفضل وقت الصبح، إذا ما كان ما قدرت الظهر عصر ما يخالف، بس شوف ذاك اليوم شلون الله أمورك يسهلها. ذكر الله، ألا بذكر الله، طريق واحد. قلبك هذا تحتاج راحة نفسية، تحتاج شعور بالسعادة. واحد يقول وين السعادة شيخنا؟ أنت شن تتكلم؟ كلم واحد يكون إيجابي، وين الإيجابية؟ حياتي كلها تعب، منك أنت، من تعاملك أنت، من بعدك من الله أنت، من حركاتك أنت، من سلوكياتك أنت. وإلا الأدوات موجودة عندك، استعملها، استعملها. ذاك اليوم، ذاك اليوم لومني إلي، شوف أنت سوي هالأذكار اليومية وشوف الله سبحانه وتعالى كل أمورك تنحل. أنت نايم ما عندك مشاكل، أنت قاعد ما عندك يعني مشاكل تنقص إلى 10%، يعني أنت ذاك اليوم ما تحس بضيجة، هاي الضيجة تروح، ما يروح إلا بذكر الله تبارك وتعالى. هذا برنامج يومي، أنا ما جاي ترى لهذا المكان وهالخدمة الحسينية مو ترى ألقى محاضرة، هذا برنامج يا أخي. هاي الليالي كلها انساها، بس هالمحاضرة تذكرها، ذكر الله. سوي لك برنامج كل يوم 100 مرة أقول أستغفر الله وأتوب إليه، 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا 200، 100 لا حول ولا قوة إلا بالله، 100 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 100 مرة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندك خلق 100 مرة يا هادي، يا هادي الإمام الهادي، يا هادي 100 مرة يا هادي، هذا خطاب لله تبارك وتعالى. 100 مرة أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا 2. بعد أكثر من ذلك للحفظ، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله، اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا مكتوب جوجل، اكتب جوجل بسم الله وبالله يطلع لك الدعاء خالص. بس تقول شلون أسجله؟ حتى طريقة التسجيل أعطيتك إياها، ادخل على جوجل اكتب بسم الله وبالله، واكتب جنبه هو بجوجل اكتب دعاء زين العابدين، شو يطلع الدعاء موجود هون. بعد شنو اكثر من ذلك؟ قول 100 مره للحفظ، للحفظ 100 مره حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قول 100 مره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، كررها 100 مره، هذا بعد اكثر للحفظ. بعد أكثر 11 مرة قل هو الله أحد، الإخلاص 11 مرة، أنا أنزلناه 11 مرة، آية الكرسي. شوف ذاك اليوم شي يصير عليك، تدري شي يصير حياتك؟ عسل، شهد، بعد شنو؟ شي حلو، كاكاو يصير حياتك حلوة، تصير يعني حياتك كلها خير بخير، ترتاح نفسيا. أكثر من هذا وين؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الإمام أمير المؤمنين الذكر لذة المحبين، أمير إمامك يقول سلام الله عليه الذكر لذة المن للمحبين لله تبارك وتعالى، وحديث الكساء هو ذكر لله وذكر لأهل البيت. وهذه الليلة ليلة الزهراء، كل هذه المجالس تعقد برعاية من مولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، وكل هذا العالم عالم الوجود عالم الإمكان، كل العوامل أبى الله أن تجري الأمور إلا بأسبابها. السبب في إدارة الكون هو الإمام المعصوم، إمامنا يرعانا نحن برعايته، وإن قدمنا شهداء وإن فجرونا وإن اعتدوا علينا، كل ذلك برعاية الإمام. الإمام موجود ينظر، لا تتصور هذا بعيد عن إمامك أبدا،
كلهم موجود. هذا الإمام الحسين استشهد في كربلاء، دانست عليه حوافر الخير، سبوا السيدة زينب سلام الله عليه. هذا بعد، هذه حياة. لا تقول إلهي وينك عنا، الله يدرك أشوفك. بس هذا طريق أهل البيت، طريق الدماء. لا تحيا الأرض إلا بالدماء الطاهرة النقية. هذا طريق. يوم ما احنا ما تروح خلص. هذا بعد، هذه الدنيا. الدنيا ماكو قرار واحد يبقى في هاي الدنيا، ماكو واحد قاعد فترة زمنية ومع السلامة. شوف أي وقت يصل دور كل واحد من عندنا. الله يطول في أعماركم وتكون أعماركم في مرضات الله تبارك وتعالى. فإذا هذا العالم يجري ونحن بمحضر الإمام، برعاية الإمام، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. نحاول نعمل عمل الإمام يستانس، يشوف عبد الرضا سوى ذكر اليوم، سوى عمل قضى حاجة إنسان مؤمن، ساعد عائلة فقيرة، سوى تثويبة إلى أبوه، إلى إخوانه، إلى المؤمنين، كان عامل اشترك في أمر خير، في مشروع خيري، في مجلس حسيني، قرأ قرآن، صلى ركعتين للسيدة الزهراء، صلى ركعتين للسيدة نرجس أم الإمام عجل الله تعالى فرجه، سوى عمل، عمل، عمل زين، قضى حوائج الناس، فرج عن كربة إنسان. هذا يقربنا إلى الله. لازم كل واحد يتزود، نتزود فإن خير زاد تقوى، نتزود إلى الآخر. هذا حديث الكساء في روحانية، في نورانية، لأن ذكر أهل البيت في نور، لأن العلاقة بأهل البيت نور. يا جماعة تعالوا، هذا النور لا تبقي نور خافت، خلي يضوي، خلي هذا. شايف البروجيكتور شلون يعطي نور قوي؟ لازم نور أهل البيت يشع منا. وين ما تروح الناس يقولون اللهم صل على محمد. وشاف بعض المؤمنين، شوف إنسان مؤمن ما شاء الله وجه نور، يقول ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد. شنو هذا؟ هو الإنسان، اللهم صل على محمد، هو الإنسان المؤمن يذكرك بالله. النظر في وجه العالم عبادة. ليش؟ العالم تنظر إليه تتذكر الله تبارك وتعالى. الإنسان المؤمن هكذا، الإنسان قاعد في مكان حشه وفي إنسان تتكلم، يقول صار بدينا براسي، يقول له مو مشكلة، لا تحش في الناس، لا تسوي غيبة، لا تكلم على الناس، وقفه، خليه يزعل، مو مشكلة، خليه يزعل، بعد ما يكلمني لا يكلم بعد أحسن، لا يحش في الناس، لا يتكلم على الآخرين، علم الناس. يا إحنا قاعدين يا جماعة سووا 5 مرات صلوات نهديها للإمام عجل الله تعالى فرجه. صعب؟ مو صلوات، مرة تقولهم 100 صلوات يقولوا إن شاء الله شيء خلصها 5 مرة واحدة. قاعدوا يا جماعة، يا جماعة خلي نسوي ذكر نتقرب إلى الله، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان الله، هذا ذكر، ذكر الله. الإمام زين العابدين جاءت إليه نعمة، صارت عنده نعمة. واحد من الأصحاب قال له ابن رسول الله، اللي ما قال الحمد لله، واحد من الأصحاب قال له سيدي ما شكرت الله، يعني شكرت؟ شو ما شفت؟ قال قلت الحمد لله، قال هو هذا الحمد لله، قال إيه هذا الحمد لله، تأكل أكل قل الحمد لله. في الرواية لو الإنسان هو وياكل شلت هذه الملعقة قاعد تأكل قبل ما تدخل الطعام في فمك، تقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، يستغفر لك 60,000 من الملائكة، 60,000 من الملائكة يستغفرون لك. بلاش بلاش، مو هذا تنزيلات اللي هم يقصون عليك، لا مو تنزيلات، مال هذا تروح تنزيلات، هو ضارب ضربته، مصعد السعر وماخذ أرباحه ومطلع أجار المحل وأجار الموظفين اللي عنده وكله، ويكتب لك تنزيلات 50%. الله يعطيك تنزيلات 100%، تنزيل حقيقي. يقول لك 260,000 من الملائكة يستغفرون لك. وين تحصل هذا؟ يلا خلينا نبدأ بحديث الكساء. نزداد نورا بنور أهل البيت إن شاء الله. الله يزيدكم نور في حياتكم، في بيتكم، في أكلكم، في نومكم، في غرف نومكم، في عملكم، في سيارتكم، في سفركم، في حضركم، في أولادكم، في بناتكم، في أهلكم، زوجاتكم، أمهاتكم، آباكم، أمواتكم، أحياكم، كله نور على نور بمحمد وآل محمد.
على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد والله نيالكم تحت الكساء، يا ريت بعد أنا قاعد وياكم. على الله في كل الأمور توكلي، يا ريت إن شاء الله هالبسمة الحلوة عند المؤمنين والله واحد يستر. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد محمد المبعوث، وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي علي. صلوا على محمد وآل محمد. آل النبي نجوم في الورى زهر، محمد شمسهم، والمرتضى قمر، مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام يا أبتاه. قال: إني أجد في بدني ضعفا. قلت: أعيذك بالله من الضعف يا أبتاه. قال: إيتيني بالكساء اليماني وغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به، وصرت أنظر إليه، وإذا وجهه كالبدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني. قال: إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: إنه تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي بالدخول معك تحت الكساء؟ فقال أبي: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل الحسن معه تحت الكساء.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني، قال إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت إنه مع أخيك تحت الكساء، فأقبل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي بالدخول معكما تحت الكساء؟ فقال أبي وعليك السلام يا ولدي ويا ساقي أمتي، قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. ثم أقبل أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، قال إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت إنه مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي بالدخول معكم تحت الكساء؟ فقال أبي وعليك السلام يا أخي وخليفتي ووارثي وحامل لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت يا رسول الله، أتأذن لي بالدخول معكم تحت الكساء؟ فقال قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. فلما اجتمعنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحمتي وخاصتي، لحمهم من لحمي ودمهم من دمي، أنا سلم لمن وحرب لمن ومحب لمن أحبهم ومبغض لمن بغضهم، فاجعل صلواتك ورحمتك وغفرانك وبركاتك عليهم وأنزل عليهم الخير وطهرهم تطهيرا. فقال الأمين جبرائيل، فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا من أجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب، ومن تحت الكساء؟ قال هم أهل بيت النبوة
ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال الأمين جبرائيل: يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله عز وجل: قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا من أجلكم ومن أجل محبتكم، وقد أذن لي أن أكون معكم سادسا، فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال: أبي وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل معهم جبرائيل تحت الكساء. ثم قال جبرائيل: إن الله أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، ما لجلوسنا هذا تحت الكساء؟ فقال: أبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه إلا ونزلت عليهم الملائكة وحفت بهم واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. ثم قال: يا علي يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا صاحب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اطلبوا حوائجكم من الله يا الله بحق مولاتنا فاطمة بأم الحسن والحسين يا الله. فقال علي عليه السلام: إذن والله
فسعدنا وفاز شيعتنا وسعدوا ورب الكعبة كعبة. إلهنا بحق أصحاب الكساء اللي عنده هم عنده غم عنده حاجة، شفاء المرضى المصابين الجرحى، يمن على هذا البلد بالأمن والأمان، يدفع كل سوء عن هذا البلد الطيب، عن الكويت، عن أهل الكويت، عن المؤمنين، عن المسلمين، عن شيعة أمير المؤمنين في كل مكان. يا الله مولنا مولاتنا فاطمة، احنا هاليوم تحت الكساء وياك سيدتي. سيدتي نحن معك في كل هذه الآلام التي جارت على الدنيا وجارت عليك، الضرب ألمها وسود متنها، وسقوط محسنها يجدد حزنها، صرخت ونادت يوم أدموا جفنها، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي يا بعد رحيل رسول الله. مولاتنا الزهراء تبكي على أبيها، منعوها من البكاء، يا علي قل لفاطمة إما أن تبكي ليلا أو نهارا. ثم جاءوا بعد فترة، يا علي قل لها لا تبكي لأنها أزعجتنا. الله الله بنت رسول الله تبكي على أبيها، يا ناس يا عالم أزعجتنا ببكائها. مرت الأيام، بلال كان مسافر خارج المدينة، إلى أن سمعت الزهراء بلال رجع من الشام، قالت لأمير المؤمنين هذا مؤذن أبي، أنا من زمان ما سامع صوت، أريد من عنده يؤذن حتى أتذكر تلك الأيام اللي أبي رسول الله موجود وكان يؤذن. جاء أمير المؤمنين، يا بلال هذه بنت رسول الله تقول أذن؟ قال يا أمير المؤمنين والذي عظم حقك علينا، هذا عهد بيني وبين الله ألا أؤذن بعد رحيل رسول الله، ولكن تقول فاطمة. فاطمة بعد ما أقدر أرد الزهراء، أخبر أمير المؤمنين مولاتي فاطمة بلاد راح يأذن اليوم. قبل الأذان التفتت إلى فضة، لأن ضلعها مكسور ما تقدر تشيل فراشه، يا فضة خذي فراشي ضعيه عند الباب. آه يا فاطمة ذهبتم إلى المدينة، شفتوا وين ما تروحون، آهات مولاتنا الزهراء. لذلك صار وقت الأذان، فضة جاءت به فراش مولاتي الزهراء عند الباب حتى تسمع الصوت. لما ارتفع صوت بلال بالأذان، الله أكبر الله أكبر، وإذا بفاطمة أنت أن. لما قال بلال أشهد أن لا إله إلا الله، ازداد أنينها بكاؤها نحيبها. وين المصيبة يا الموالي؟ لما قال أشهد أن محمد رسول الله، وإذا به ينظر إلى الحسن والحسين يركضان في المدينة يناديان، يا بلال لا تؤذن لا تؤذن، لماذا يا ابن رسول الله؟ ألم أمرتني أمكم فاطمة بذلك؟ قال يا بلال اقطع الأذان اقطع لا تكمل. لماذا؟ لقد أغشي على أمنا فاطمة. ولم صدري وبيدي لازم أضلوعي، و
وعاين محسن قبالي وتجري المحسن دموعي وتجري المحسن دموعي يا راعي الثار فات الثار تنشر رايتك وظهر تدري والخبر عندك برد الباب شتكسر تدري والخبر عندك من بعد الرسول اش صار صار الحكم لعداك وظل جدك جليس الدار تنسى مناجره وبالباب الزهره جدتك بالباب ذيك النار لسه بقلوبنا تتوجر آياه من نار القلوب تهيج يا صاحب الزمان من نار القلوب تهيج غيرك مال نجار نلومك واحنا ندري شلون قلبك يلتهي بنار قلبك يلتهي بنار. أقول سيدتي يا فاطمة هذا صوت بلال ما تحملت تسمعين بلال يؤذن يذكر اسم أبوك على المأذنة وهو يؤذن ولكن ما حال زينب لما نظرت إلى رأس أبي عبد الله على الروم ضربت رأسها بمقدم المحمل سالت الدماء منها وهي تنادي يا هلالا لما استتم كمالا تقلنا يا خويا نروح كل احنا فداياك اتخذنا الى القبر يا حسين وياك هذه تصيح عم وين عمي وذيك تصيح فارقني يا ابن أمي أنا بنت من أنا من أنا لو أنصف الدهر الذي عادانا يا الله قضاء الحوائج شفاء المرضى. نقرأ هذه الآية الكريمة يا الله ارفعوا أيديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه يا مجيب المضطر ويا كاشف السوء. في الحديث القدسي من قال 7 مرات يا أرحم الراحمين الله يقول عبدي اطلب حاجتك أجيبك يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي
ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم أرض إمام زماننا عنا يا الله، وفقنا لنيل رضاه، أقض حوائج المحتاجين. اللهم من على الجرحى والمرضى والمصابين بالشفاء والعافية يا الله، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم من يريد بهذا البلد سوءا رد كيده في نحره يا الله. شيعة أمير المؤمنين من عليهم بالأمن والأمان والسلامة والنصر يا الله. أحينا حياة محمد وآل محمد، ومتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم من ليست لهم ذرية ارزقهم الذرية الصالحة. شبابنا فتياتنا اللهم نور قلوبهم بالإيمان والهداية والتقوى، وأبعد عنهم شر الجن والإنس يا الله. إلهنا تقبل منا هذا القليل. كل الشكر لإدارة حسينية آل محمد، جزاهم الله خير، مسؤولين وكادر وشباب، كل الذين عملوا في هذه الأيام، اللي يصبون الشاي، اللي يخدمون، اللي يعملون، كل الدعم المادي، الدعم المعنوي، كل الذين حضروا هذه الأيام وهذه الليالي، كل اللي عملوا وتعبوا في هذه الأوضاع الأمنية، جزاكم الله خير. حضرتوا وتواجدتوا، هذه نصرة حقيقية للإمام الحسين. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه دعانا للنصرة، وحضورنا في هذه المجالس هي نصرة للإمام الحسين. ألا هل من ناصر ينصرني؟ هذه النصرة وتلبية هذه النصرة للإمام الحسين. الله يجعلكم دائما إن شاء الله من الذين يلبون هذه الدعوة المباركة لأهل البيت. جزاكم الله خير على كل جهودكم. الله يعودكم إن شاء الله بالخيرات والبركات، ويسهل أموركم، يفرج عنكم، عن أهاليكم جميعا، إلى كل خير إن شاء الله. اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا ختمة وتثويبة القرآن إن شاء الله بعد المجلس مباشرة. وبعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.